السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كات. توجور مع جديد واخبار شبيبه القبائل. وردنا الان انه كاين تعيينات خاصه ب عندك الفئات الشبانيه، فيه تغييرات شويه. كما قال لك المدير الرياضي جمال مناد يعين اخاه سليم مناد كمسؤول لفئات شبانيه في شبيبه القبائل. دوك نحكي الموضوع هذا. قبل ذلك ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق على الموضوع هذا. المهم قال لك مع المدير الرياضي جمال مناد هنا حسب صفحة عين النعجة، قالت كالمدير الرياضي جمال مناد يعين أخاه سليم مناد كمسؤول للفئات الشبانية في شبيبة القبائل. وتم تعيين جواد الرؤيت عبد الرحمن مدربين للرديف مع إقالة المدرب بن صافي. درك كاين تغييرات من طرف المدير الرياضي جمال مناد. حسب الصفحة الرسمية عندك عين النعجة هي اللي قالت الخبر هذا. هذه بعض الأخبار جات متأخرة في الليل. غدوة إن شاء الله راح نوافيكم بالأخبار إن شاء الله، وتكون رسمية نوافيكم بها إن شاء الله. يلا لايك على الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق على التغييرات هذه التي جاءت فجائية. يلا مع فيديو جديد وأخبار جديدة سنوافيكم بهم. سلام خوتي.